أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الحبيب. السلام عليكم خوتنا مشطوبين متقاعدين معطوبين. حبيت ندير الفيديو هذا نوصل رسالة صغيرة لخوتنا برك. الإخوة اليومين هذو اللي يتواصلوا معايا ويتصلوا بي حتى بالهاتف، قاعدين يتساءلوا على بعض الحقوق متقاعدي الجيش ومشطوبي الجيش. بالنسبة للمشطوبين خوتنا اللي ينتظروا في الخلصة، هو والله العظيم نورمالمون خبر كيما هذا ما نوصلوش لخوتنا، نكونوا دائما في الخير، ولكن هذه هي الحقيقة. خوتنا المفصولين اللي ينتظروا في الخلصة، للأسف للأسف الشهر هذا ما كانش. خوتنا المتقاعدين ثاني اللي ينتظروا، وكاين كلام بزاف قاعد يروجوا له بعض الصفحات والا بعض الاشخاص، انه كاين كما يقولوا كاين رابال وكاين بعض المنح. للاسف الشهر هذا ما كانش، باش نكونوا واضحين، لانه باش نحطوا خوتنا في الصوره. اولا رمضان مبارك، رمضان مبارك خوتنا. كاين ثاني الناس اللي كلفوا نفوسهم مع رمضان هذا، كاين اللي دخلوا حتى في القرض، وفي نفس الوقت مدايرين في حسابهم باللي حابين يخلصوا الشهر هذا، ولا كاين زيادات، ولا للاسف ما كان حتى زياده. راح تلقى الشهريه نتاعك هي خوتنا المفصولين اللي ينتظروا ثاني في الخلصه. راح يلقاو نفوسهم ما كانش، وراح يقعوا في مشاكل. ولهذا انا حبيت ان درت البث هذا، لانه خاوتنا ينتظروا في الخلصه، وكاين خاوتنا لا لا خويا روح اشري ثم نعرف الصوالح هذا. المهم خاوتي، هذه المبادره انا نطلب من خاوتي اللي خلاص كيما نقولوا تسواو وكذا منا، ربي يعاونكم هكذا، ربي يعاونكم، اتهلاو في رواحكم وبارك الله فيكم. هذا المشهد تاع هذه الخطره، المبادره هذه، خلوا ناس جدد، خلوا الناس هذو، بالك رب العالمين في وجوه هذو الناس الكبار اللي متدخلين في هذه المبادره، بالك ربي يفرج علينا في وجوههم، ماشي في وجهي ولا في وجوه هذو الناس الكبار اللي مجايين، ناس كبار وناس محترمين. انت كيما عامل الاخر 63 سنه، ما راح يقول لك تحفظ، ما راح يكذب عليك، ما قالوش بزاف، ماشي العمر بيد الله. بصح الناس كيما نقولوا راهم في 63 سنه، في 63 سنه عقلهم ماشي غير شرب، راهو كذا منا يخاف الله، يخاف ربي، تما ما يقول او عمي، يعني ناس كبار وناس محترمين. بالنسبه للشرق او قلنا فارس دباش غني على التعريف، كيما نقولوا لطفي خباوه ان شاء الله يكون معنا في المبادره هذه، وكاين خونا علي اليطمو هذاك علي خويا يطمو، ان شاء الله يوصلنا كيما نقولوا للناس اللي ان شاء الله بربي. المهم اللي فيها الخير خوتي، نتوما ادعوا برك، ادعوا لنا بالخير هكذا خوتي، ادعوا لنا بالخير، هذا ما كان، واللي فيها الخير ربي يجيبها. احنا المهم نلحقوا باذن الله، وراح نلحقوا باذن الله. انا راني نشم فيها باللي فيها خير في هذه المبادره، فيها خير وبلا خسائر بشريه، بلا ما يدخلوا خاوتنا للسجن. على قلنا طريقه قانونيه باش خاوتنا كيما نقولوا واحد ما يدخل للسجن، وما نضلوش حنا كذا بعد ذلك، حنا نضلوا هيا يرحم باباكم، هاي نديروا محاميه، نديروا كذا يرحم باباكم، يرحم باباكم. ماذا بينا طريقه قانونيه اذا 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 اصبنا، اللهم بارك والخير يا معك. ما كانش يا خويا واحد اخر يدير المبادره وهي ماشي، المهم تتنف كيما قال لك تدخن وما تطفاش وصاي. لا خويا نذكرهم نورمال، ما ينتقدوهم والو، هذو الرجال اللي ذكرناهم خويا بيكاسو ذكرناهم، ونورمال ما ينتقدوهم، لما الناس ملاح هذو نعرفوا بالرجال، ونعرفوا رجال، حنا رجال ونعرفوا رجال. وهذو اللي ينتقدوهم شكون؟ اذا انتقد واحد راجل، اذا الراجل انتقدو هذا تيبو ماشي راجل، اللي ينتقد الراجل تيبو رخيص. انا نعرف هذا الصوالح،
سيبوا هذوك الديوثين هذوك وما يحبش الرجال، وما احنا نعرفوا الرجال وشفنا رجال اللي قادرين نتسمى هذوك اللي لاباس، اللي يحب الخير للجميع، اللي يحب الخير للجميع. هكذا خوتي واش نقول لكم، ان شاء الله بربي ماذا بينا، ان شاء الله بربي هذه المبادره ان شاء الله على رب العالمين. احنا نتوكلوا على الله اولا كما قال لك، نتوكلوا على الله، نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، والباقيه بالدعاء. ادعو لها بالك تنجح هذه المبادره على ربي. انا ما راني قاري ما والو، احنا درناها هكذا ولا يمنا الرجال اللي قاريين وكذا وهما يدبروا رسالهم، اللي قاريين وكذا منا يشوفوا منا هذا يلصق منا هذا يعرف هذا هذا يعرف هذا وهذه بهذه وان شاء الله تتريق الامور. هذا ما كان. انت يا خويا ادعي برك يا خيك، مريح في دارك ما راح تدير والو، الناس راح تدير، انت ادعي برك، هما راح يديروها لوجه الله، ما راح يقول لك هاطولي، ما كاين هذه ليمولي، ما يقول لك هاطيلي، ما يقول لك الاخر، ما تطيلو حتى الناس كاع لاباس بيهم، هذو الناس لاباس بيهم، قال لك نديروها لوجه الله، قال لك انا لا نحتاج منكم جزاء ولا شكورا، قال لك حنديروها لوجه الله، ما يقول لك عاوني في الفواياج، ما يقول لك عمر لي ليسونس، ما يقول لك عمر لي المازوط، انت يرحم والديك ادعي له برك. هذا ما كانك مريح في دارك، ما راح تخرج، ما راح تتعذب، ما راح يضربك لك حاجه منه. انت ادعي له برك. هذا واش نقول لكم خاوتي، و انا نروح معاهم كي يكونوا في الاجتماع بصح، اذا ان شاء الله يدخلوا ان شاء الله انا ريح من بعيد، راني نستنى فيهم واش قالوا ان شاء الله، نعرف بلي هذو الناس ماشي تاع اللي يكذبوا علينا، ماشي يكذبوا ان شاء الله بربي، ما يكذبوش باذن الله، ناس كبار وناس محترمين، وخلطناها تما فيها ضباط وصف ضباط وجنود، تما يغلط هذا يهدر هذا يزيد يغلط هذا الاخر يهدر، وفيها محامي فيها كذا فيها منا، المهم خلطه يا خويا. شبعناك مخروط يا خويا، ما معليش روح يا خويا، كي شبعتك مخروط مخروط العيد ان شاء الله تاكل ان شاء الله، المهم انا بلوكيك برك ما نجاوبكش، راهي تربح يا اخي معليش، المخروط ان شاء الله تاكلو ان شاء الله، واسمونا نهار العيد ان شاء الله تشبع مخروط ان شاء الله. الناحيه الاولى قلناها اخويا، كاين عمي علي بوزيدي راك تعرفو نورمالمون، وكاين واحد اسمو علي طارق ليوطنو تاع الدرك مشطوب ومحامي باطوني، وكاين واسمو وعمي الاخضر هذا تاع تيبازا، انسان ثاني كبير 63 سنه كلاس 79 خرج 93 14 سنه وشهرين في خدمه فعليه، تما ناس محترمين وناس كبار، هادو وجوه جديده. كاش مشكل خويا علي نطلعك زيد وضح لهم. السلام عليكم. السلام، صباح الفطور اخويا علي. صباح الفطور للجميع ان شاء الله. واش راك خويا لاباس؟ والله لاباس، والله الحمد لله. هاي تفضل. خويا محمد عندي تعقيب وتوضيح فيما يخص الاقصاء، احنا كي جينا احنا باه نقصيو الناس هذوك اللي يمثلونا في واحد الوقت. هاك معايا. انا مع الفكره انه نقصيو الناس اللي جات 10%، لانه الهدف تاع عاود بعث علينا نطلعك، عاود بعث. عاود عمي علي، عاود دير وراك علي، عاود دير تعليق نطلعك من التعليق خويا علي.
خويا راني قلت لك شكون اللي مثلوا الناحيه الاولى، ما تظلش كنا شكون اللي مثلوا الناحيه الاولى وشكون الثانيه، انا هدرتهم قلتهم لك خويا، ما كبدل عاود اللايف واسمعهم خويا. استعداد العمليات للوحدات والقيام بالمراقبة الدائمة والصارمة لمجالنا الجوي والرفع من الجاهزية العملياتية للوسائل الموجودة في الحوزة، هذا إلى جانب منح التكوين والتحضير القتالي ما يستحقونه من رعاية ومتابعة ومراقبة تضمن حسن التكيف مع متطلبات التكنولوجيات العصرية والتحضير العنصر البشري الماهر والمتخصص القادر على التحكم واستيعاب ومواجهة كافة الاحتمالات الممكنة بشكل يؤمن دفاعاً أكيداً ودائماً على كل مجالنا الجوي. Thank you.